بالنسبة للتعداد السكاني أو الاقتصاد في الاستخدام، يعني أود الحديث عن التعداد السكاني والمزور لأن الرقم ربما يتغير، يعني هم لا يريدون أولاد كبيرة بالخمسة، ولكن الرقم الفعلي يعني إذا كنت مثلا حوالي 2 مليون نسمة و 340 نسمة لا يظل بعد 10 سنوات. لماذا هذا الحديث عن الطبيعة لأهل الحقيقة؟ يعني هذه المدينة هي متعددة الثقافات، ربما ذلك